الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على مزيد فضله، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم السعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يجعلكم ممن حصل على رضا رب العزة والجلال، وكان من أهل الدرجات العلى، وممن رزق رفقة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في قراءة كتاب الأذان من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فليتفضل القارئ مشكوراً بارك الله فيه وفيكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثاً. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، وافعل ذلك في صلاتك كلها. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية اللبث في المسجد في غير أوقات الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي في المسجد في غير وقت الصلاة، وفيه جلوس الإمام في أطراف المسجد في غير أوقات الصلاة المفروضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً في ناحية المسجد. وفي الحديث مشروعية الصلاة أول ما يقدم الإنسان إلى المسجد، فإن كان هناك صلاة مفروضة ابتدأ بها، وإن لم يكن هناك صلاة مفروضة فإنه حينئذ يصلي تحية المسجد. وفي الحديث من الفوائد أيضا مشروعية السلام ورده حتى في المسجد، فهذا الرجل قد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وفيه أنه إذا كان هناك اثنان فتفرقا فالتقيا مرة أخرى شرع لهم إعادة السلام مرة ثانية كما فعل هذا الرجل. وفي الحديث جواز رد السلام بصيغة الإفراد إذا كان المسلم واحدا، ولذا قال: وعليك السلام. وفي الحديث أيضا أمر الإنسان بإكمال الواجبات الشرعية وأدائها على وجهها المشروع. وفي الحديث أنه إذا فات ركن من أركان الصلاة بطلت الصلاة ولم يعتبر بها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تصلي.
وفي الحديث مشروعية تكرار النصيحة على الإنسان، ولذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم على المسيء في صلاته نصيحته في إعادة الصلاة. وفي الحديث من الفوائد معرفة الإنسان لما وصل إليه مستواه من العلم، ولذا قال الرجل لا أحسن غير ذلك. وفي الحديث مشروعية أن يطلب الإنسان من غيره من أهل العلم أن يعلمه ما يستفيد منه ويصحح به عبادته ومعاملاته. وفي الحديث وجوب القيام في الصلاة وأنه ركن من أركان الصلاة، فمن كان قادراً على القيام وجب عليه أن يصلي قائماً، وأن من صلى قاعداً مع قدرته على القيام صلاة الفريضة لم تصح صلاته. وفي الحديث وجوب الوضوء، وجوب إيصال الماء في الوضوء إلى كل جزء من أجزاء الوضوء. وفي الحديث وجوب استقبال القبلة في الصلاة. وفي الحديث أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، بخلاف التكبيرات الأخرى فإنها واجبات من واجبات الصلاة، من تركها نسياناً لم تبطل صلاته بذلك، بخلاف من تركها عمداً. وفي الحديث أن القراءة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وقد جاءت النصوص الأخرى تبين مقدار الواجب، وأن المطلوب المتعين هو سورة الفاتحة، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا اللفظ على وجوب القراءة للإمام وللمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وهذا القول من الإمام البخاري استدل به على أنه يرى أن قراءة المأموم ركن من أركان الصلاة. وللعلماء أربعة أقوال مشهورة في حكم قراءة الفاتحة للمأموم، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى وجوبها على المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية، لكنه لا يعدها ركنا، فلو نسي قراءتها صحت صلاته عنده. وذهب الإمام مالك إلى وجوبها في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية، ورأى أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تكفي عن قراءة المأموم من جهة الوجوب. وذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله إلى أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست بواجبة، ولعل قول الإمام الشافعي بإيجابها دون ركنيتها أولى الأقوال، لما روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأت فلا تنازعوني بالقراءة إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وفي الحديث أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة. وفي الحديث ركنية السجود والجلوس بين السجدتين، وفيه أيضا أن
الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة، والمراد بالطمأنينة استقرار الأعضاء في كل ركن من أركان الصلاة ولو للحظة واحدة. والقول بركنية الطمأنينة في الصلاة هو قول جماهير أهل العلم، فهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وروى أحمد رحمهم الله تعالى لهذا الحديث. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانا وفي الأخريين بأم الكتاب، وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث فيه بيان مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقوله كان النبي يفيد الاستمرار والتكرار والدوام، وقوله يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني في كل ركعة يقرأ بسورة، ففيه بيان مقدار القراءة في الظهر، وأنه كان يقرأ في كل ركعة بسورة الفاتحة، وفيه دلالة على استحباب أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. قد ورد في بعض الأحاديث أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر بمقدار 30 آية، ويقرأ في الثانية بنصف ذلك، فهذا فيه بيان مقدار القراءة في صلاة الظهر. وفي الحديث أن القراءة في صلاة الظهر سرية وليست جهرية، وفيه أنه لا بأس أن يرفع الصوت قليلاً بقراءته في صلاة الظهر. وفي الحديث أن الأولى بالإنسان في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر أن يقتصر على سورة الفاتحة فقط، وأن لا يضيف إليها سورة أخرى. قد ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة أخرى. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الإنسان يستحب له في صلاة العصر أن يقرأ في الركعتين الأوليين وبسورة الفاتحة وسورة، والركعة الأولى تماثل الركعة الثانية من صلاة الظهر كما ورد في بعض الأحاديث. وفي الحديث من الفوائد أيضا استحباب استكمال السورة فيما يقرأه الإنسان في صلاته. وفي الحديث من الفوائد أيضا القراءة في صلاة الفجر وتطويل القراءة فيها، وبيان أن الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى في مقدار القراءة التي يقرأها في صلاة الفجر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله. في الحديث بيان مشروعية القراءة في صلاة المغرب، وأنه يستحب الجهر بالقراءة فيها. وفي الحديث مقدار القراءة في صلاة المغرب بمقدار سورة المرسلات.
وظاهر هذا اللفظ أنه قسم السورة على الركعتين. وفي الحديث بيان شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومرضه قبل وفاته، وفي الحديث أن هذا كان آخر حال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. المراد بطول الطوليين سورة الأعراف، وفيه مشروعية تطويل القراءة في صلاة المغرب، والذي يظهر أن هذا لم يكن هو الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع مرة. وفي الحديث أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كانت على هيئة الحدر، لأن هذه الصورة لو قرأت بتطويلها وتمديدها لكان الوقت لا يتسع لها. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه: وكان جاء في أسارى بدر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. في هذا الحديث مشروعية القراءة في صلاة المغرب ومشروعية الجهر بالقراءة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، مما يدلك على أنه قد يطيل القراءة فيها. وفي هذه الآيات قبول رواية الراوي لما رآه حال كفره إذا كان عند التبليغ والأداء عدلاً مسلماً. وفي هذا بيان أن شروط تحمل الرواية لا تتوافق مع شروط تبليغها وأدائها، فإنه يشترط في الأداء ما لا يشترط في التحمل، ولذلك يشترط في الأداء البلوغ والإسلام والعدالة، وإن كانت غير مشترطة حال التحمل. وفي الآية جواز إمساك الأسرى، فإن جبير بن مطعم قد مسك أسيرا في غزوة بدر، وفي هذه الآيات جواز إمساك الأسرى في المسجد، قد كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يسمعوا القرآن وأن يشاهدوا ما عليه المسلمون من محبة ومن علاقة حميدة حسنة. وقوله كاد قلبي أن يطير، أي أن ينخلع لما في هذه الآية من تخويف للعبد، فإنه قد ذكرهم بخلق الله عز وجل لهم، وأن خلقه جل وعلا لا يستطيعون مضاهاته، وأنه جل وعلا قد خلق السماوات والأرض، مما يجعل الإنسان يخاف من الله جل وعلا. وفي هذا دلالة على ما اشتمل عليه القرآن من المواعظ العظيمة التي تحرك القلوب. وعن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد بها، فقلت له: ما هذه يا أبا هريرة؟ ألم أرك تسجد؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. في هذا الحديث مشروعية القراءة
والجهر بها في صلاة العشاء، وفيه جواز إطلاق اسم العتمة على صلاة العشاء، وإن كان الأولى عدم استعمال هذا اللفظ لما ورد من النهي عن استعماله. وفي الحديث مشروعية السجدة في سورة الانشقاق، فقد سجدها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية سجود التلاوة في أثناء الصلاة. وفي الحديث بيان المقدار الذي كان يختاره النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة في صلاة العشاء بمقدار سورة الانشقاق. وفي الحديث فضيلة أبي هريرة وحرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته. وفي الحديث مشروعية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الصلوات. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه. في هذا الحديث جواز الأسفار لغير محرم أو ممنوع منه، فقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الجهر بالقراءة في صلاة العشاء، وفيه بيان مقدار ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء عندما يكون مسافرا، فقد قرأ بالتين والزيتون. وفي الحديث مشروعية تحسين الصوت بالقراءة ليكون ذلك أحسن في الصوت، فيؤدي إلى شيء من طمأنينة القلب وإحساسه بالقراءة وفهمه لمعاني ما يقرأ. وفي الحديث مشروعية قراءة سورة التين والزيتون في ركعة واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. في هذا الحديث مشروعية القراءة في صلاة الفجر والجهر بها. وفي الحديث أيضا من الفوائد حرص الصحابة على نقل دقائق أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة. وفي الحديث أن قراءة السورة التي بعد الفاتحة إنما هو على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب والتعين. وفي الحديث أيضا تقسيم الصلوات بحيث منها ما يجهر به ومنها ما لا يجهر بالقراءة فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء،
فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا، فأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. في هذا الحديث من الفوائد، أورد المؤلف هذا الحديث ليبين أن صلاة الفجر يجهر بالقراءة فيها، وهذا هو المناسب لأحاديث الباب، وفيه فوائد أخرى، منها أن الأصل في الأسفار هو الجواز والحل، ومنها جواز الذهاب إلى الأسواق وشد الرحل من أجل السفر لشراء البضائع التجارية وحضور الأسواق المالية إذا لم يكن فيها معصية من المعاصي. وفيه بيان أو ذكر سوق عكاظ، وقد كان سوقا لأهل الجاهلية فاستمر في الإسلام إلى سنة 120 حينما اشتغل الناس بالفتوحات وببقية الأعمال. وفي هذا الحديث بيان أن الجن قد منعوا من استراق السمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال طائفة بأن هذا كان وقت نزول الوحي، وأما بعد ذلك فإنه رفع هذا الأمر ومكنوا من السماع لكن يرسل عليهم الشهب. وفي هذا الحديث بيان أو الاستدلال بحدوث الأمر العظيم على أنه قد وقع ما يكون سبباً موصلاً إليه، كما استدل الجن بمنعهم من خبر السماء على وجود حدث عظيم قد وقع على الأرض. وفي الحديث بحث الإنسان عما يكون سبباً لما يقع حوله من الحوادث. وفي هذا الحديث من الفوائد أن هذه الشريعة المباركة كما تشمل الإنس تشمل الجن، فشرع الله شامل للثقلين. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان يصلي صلاة الفجر في المكان الذي تدركه الصلاة فيه، ولذا صلى الله عليه وسلم بمكان يقال له وادي نخلة. وفي الحديث مشروعية أداء الصلوات جماعة في الأسفار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الإنسان إذا سمع صوت الحق وكلمة الحق شرع له أن يبلغها لمن وراءه، فهؤلاء الذين حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً. وفي هذا بيان أن المقروء الذي نقرأه هو بعينه القرآن، فإن طائفة قالت هذا الذي بين أيدينا ليس القرآن وإنما هو عبارة أو حكاية عن القرآن، وهذا قول خاطئ ويخالف ظواهر النصوص، ومنها قوله تعالى في حكاية قول الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا، فبينوا أنهم قد سمعوه ولم يذكر أنهم سمعوا ما هو عبارة عنه. ومثله في قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي الحديث بيان أن هذا القرآن يسمى القرآن وكذلك يسمى الكتاب، فإن الجن مرة قالوا سمعنا قرآنا عجبا، ومرة قالوا بأنهم سمعوا كتابا. وفي الحديث نزول الآيات القرآنية بحسب المناسبات التي تقع في ذلك
الزمان. وقوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فوإنما أوحي إليه قول الجن كما في السورة الأخرى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في هذا الحديث بيان أن بعض الصلوات يجهر بالقراءة فيها، والقراءة إنما تكون للفاتحة والسورة التي تكون معها، وأما بقية أذكار الصلاة فإنه لا يجهر بها. وفي الحديث أن بعض الصلوات يسر بالقراءة فيها ولا يجهر. وفي الحديث أن هيئة الصلاة وطريقة أدائها يتبع فيها الوحي، ولا يجوز للإنسان أن يعمل برأيه أو باجتهاداته أو بذوقه أو بهواه. وفي الحديث أيضا نفي صفة النسيان عن الله جل وعلا. وفي الحديث وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، جعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.